قوة الله يقويك ويخليك. علاش تأخير؟ أنا ما علي عشان التأخير واقفة. قولي لي شنو سويتي بالجلسة وشنو كان الموضوع اللي طرحتي؟ أول شيء الموضوع اللي طرحته أنا كان عن المناهج. طبعاً يعني المناهج شيء أساسي، هذا إحنا يعني كطلبة نعاني منه. طبعاً أنا اخترت هالموضوع موضوع المناهج على أساس إنه يعني إحنا نواجه صعوبة بالمناهج، فحاولت أوصلها. طبعاً تجربتي بالمجلس كانت جدا جميله، لان احنا جربنا شيء يعني كعمارنا، ويعني ان احنا اول مره نجرب هالشيء، كان تجربه حلوه. وحلو ان نشوف ان وزاره التربيه معطتنا الفرصه ان نوصل اصواتنا، هذا شيء جدا جميل ان هم داعميننا لاخر لحظه. زين اهو شنو البروسيجر علشان يختارونكم ان تكونون من ضمن نواب البرلمان؟ صح، هو يبدي من المدرسه، كل مدرسه بروحها. يبدي من المدرسه وبعدين على المنطقه والبرلمان. حلو. يعني هم ماخذين بروتوكول المجلس على يعني انتخابات رسميه. بروتوكول رسمي، يعني خلوني تعيشين لحظه. ويعطيهم العافيه، يعطيهم العافيه ليش دخلونا بهالاجواء هذه. فعلا يعني اجتزنا حاجز كبير، مرحله جديده.